أهلا بكم وحياكم الله هنا ما كنتم. أهلا وسهلا بكم في مشوار جديد عبر برنامج متداول فيه وجولة أخرى لرصد أهم وآخر الفيديوهات الرائجة والمتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي حققت مشاهدات وردود أفعال كثيرة. سنتعرف على تفاصيل تلك الأحداث لاحقا، لكن بدءا سنكون مع العناوين. صور صادمة ومستفزة من داخل حمامات مطار بغداد الدولي. حادثة الذهب المغشوش تتصدر ترند العراق والصائغ يرد. يروح لك فدوى كاظم الساهر، سائق مخالف يقنع المرور بمسامحته. صور جديدة مسربة من داخل مطار بغداد الدولي وصفت بالمخجلة والصادمة والمستفزة، أشعلت بانتشارها منصات التواصل الاجتماعي وغضب المدونين والمتابعين. هذه المرة العائق الأكبر ليس ما هو متعلق بالزحام أو الفوضى أو أسباب تتعلق بتأخر الحجوزات ورحلات الطيران أو إلغائها دون سابق إنذار، بل المشكلة تتحدث عن حال حمامات مطار بغداد الدولي. مطار دولي ليس محلي، نحن نتحدث عن مطار بغداد الدولي. لنشاهد الفيديو القصير المتداول على منصات التواصل ولكم التعليق. باب مكسور ونظافة معدومة، حمامات تخلو من المياه أساسا بسبب انقطاعها. باختصار، منظر لا يليق باسم مطار بغداد الدولي ولا بالعراق ولا ببغداد. الصور التي تناقلها الناشطون أثارت حفيظة العراقيين وانتقادهم، والذين بدورهم لم يلتزموا الصمت أو السكوت، بل وجهوا أصابع اللوم والعتب على كل من مسك زمام الإدارة في مطار بغداد منذ سنوات طوال حتى هذه اللحظة. الوضع المأساوي لمطار بغداد الذي له تاريخ عريق وطويل وليس وليد اللحظة، بل مشكلة أزلية تتكرر من وقت لآخر. إذن ردود فعل غاضبة دونها الناشطون بمنصات التواصل الاجتماعي، ووقفنا بدورنا لكم على بعض من تلك الردود والتعليقات التي اخترناها. سنبدأ التعليق الأول من أسيل بلال. تقول أسيل في تعليقها عن حمامات مطار بغداد الدولي، تقول: وين الخلل ومن المسؤول؟ هذا شكل حمامات مطار بغداد الدولي، صدق كذب؟ ما تقولوا لي وين الواردات اللي جاي تجيكم من تحليق الطائرات بسماء العراق، عداها تخصيصات الموازنة، شنو ما جاي تكفيكم؟ شوفوا لنا صرفة ترى انفضحنا. تعليق من سيف يقول: معقولة هذه حمامات مطار لبلد يطوف على بحر من النفط؟ يكرم الله حمامات مول المنصور وبغداد أرتب وأنظف بهواي. للأسف استبدل أكثر من مدير للمطار خلال السنوات الماضية، ولغاية اللحظة لم يجدوا أحد قادر على إدارة أهم مطار بالعراق. هناك أيضا مداخلة وتعليق آخر، هذه المرة من صالح، يقول في تعليقه: دخلت المطار عام 1982، كانت الصحيات درجة أولى وما بها أي نقص، حاليا بهذا الشكل شيء عجيب. أيضا تعليق آخر من قسد العزاوي: والنوب المي مقطوع، ما تقول لي المسافر شلون يغسل؟ بالمناسبة أغلب حمامات المستشفى والدوائر الرسمية بهذا الشكل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشغلة بحاجة إلى غيرة ودافع لحب البلد، بس اللي ما عنده انتماء ما تقول لي شو نسوي له. أيضا هناك تعليق من نور الهدى: فلوس المطارات وين؟ وصلنا إلى مرحلة نخجل نقول عليه دولي، مستحيل هذا يكون مطار لدولة
أسست شركة طيرانها قبل 78 سنة. وين الدولة؟ وين المسؤولين؟ أنتم ما تدخلون بي وتشوفون لو ما يخصكم. جن جنونها ولم تتمالك انفعالاتها حال اكتشافها أن الذهب الذي اقتنته من إحدى محال بيع المجوهرات ببغداد ليس ذهب صافي بنسبة 100%. حادثة الذهب المغشوش أو كما تصدرت الترند العراق أشعلت منصات التواصل الاجتماعي بعدما انتشر مقطع فيديو مصور لزبونة. الزبونة هي التي صورت مقطع الفيديو، كانت قد اقتنت سوارا من الذهب من محل مجوهرات، وبعد أسبوع من شرائه لاحظت أن قطعة الذهب هذه محشوة بقطعة معدنية سيم سبرينج، وليس كما تظن وتعتقد. كانت هناك مواجهة نارية بين الطرفين، الصائغ والفتاة التي اشترت السوار التي كانت تظن أنه ذهب بالكامل. لنتابع ما الذي حصل في مقطع الفيديو المتداول والذي انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي. قبل أسبوع أخذنا سوار ثابت. شو هذا؟ شنو هذا؟ سيم. سيم شنو؟ سيم مو ذهب. شلون؟ مو ذهب. من بالي هالأخ ما حكيت. مو مشكلة. شلون مشكلة؟ وش قد سعره هسه؟ ما قلت شيء، ماكو مشكلة. عزيزي أنا مو عسر. من جيت وأخذته. قلت لي بيه سيم مغشوش؟ ايوه. وانا قلت لها لا تروحين وحدك، كنت مريضه شويه. بس سهله مو فد شيء. شلون سهله؟ شلون سهله؟ شنو هذا؟ شنو كيلو؟ شنو هذا؟ كيلو؟ ليش انا ماخذه منك كيلو؟ هذا ايش قد؟ ما حكيته. هذا كله سيم، هذا شيء سوارات كلها سيم. من جيت اشتريت قلت لي مضمون 100%. بس ذاك شراش شفتي طابه محل محترم. طابه محل محترم بس مو اجي اشتري سوار بداخله. هذه كل السوارات بها سيم. هذا ذهب. هذا من المعمل. هذا من المعمل. انا مشتريه منك لو من المعمل. ولا هيجي منك لو من المعمل. داخل لازم تعرف. قلت لي بيه حديد. انت لا تصورينه. قلت لي بيه حديد. اطلع وجهي. لا اطلع وجهي. ليش ما اطلع وجهي؟ اطلع وجهي. اطلع وجهي. ليش ما بايكني؟ لا شنو؟ شنو بايكني؟ هاي تعتبر بوقه. بعد أن دفعت 1,850,000 دينار عراقي وإذا بالصدمة. الفتاة اتهمت الصائغ ومن يعمل معه، اتهمتهم بالخداع والغش وأنها وقعت ضحية للنصب والخداع والاحتيال لعدم إبلاغها بوجود قطعة السيم أو الحديد بداخل السوار. طبعا مالك محل المجوهرات في بادئ الأمر حاول أن يمتص غضب زبونته ويشرح لها ويعوضها بما تريده، وبعد احتدام النقاش بينهما توعدته بالقضاء والفضيحة. وبمجرد انتشار الفيديو وإثارته الجدل حتى خرج الصائغ ليوضح إن المشكلة ليست بالقطعة المعدنية، بل هناك مساومة، هناك ابتزاز يتعرض له بعيدا عن موضوع السوار وقطعة السيم أو الحديد الذي كان بداخل السوار. حقائق أخرى وتفاصيل أخرى في مقطع فيديو آخر. طبعا كلكم شفتوا هاي الهجمة الشرسة اللي صارت علينا. طبعا الموضوع قديم، صار لي أكثر من شهرين. اتصل علي رقم قبل أسبوع وراد يساومنا ويبتزنا بمبلغ 15,000 دولار مقابل ما ينشر هذا الفيديو. طبعا احنا نرفض الابتزاز ابدا كمحل، وكاسم معروف بالعراق كله. ما يجي واحد يبتزنا ما يقدر.
واللي يريد يسوي يسوي. الموضوع لا موضوع سيم ولا موضوع ذهب ولا موضوع أي شيء. الموضوع الحقيقي هو ابتزاز. وإن شاء الله إحنا الأحد نقدم نرجع أوراق الدعوة والقضاء يأخذ حقه. إذن يقول الصائغ إن هناك من ابتزه لدفع 15,000 دولار مقابل عدم نشر مقطع الفيديو في السوشيال ميديا، وعندما رفض تم النشر كما لاحظنا. هناك أيضا فيديو آخر انتشر عبر منصات التواصل لصائغ آخر أكد رواية البائع، وذكر أن وجود قطعة السبرينج أو الحديد في قطعة الذهب أمر طبيعي، لكن يشترط إبلاغ الزبون بذلك لتجنب التشهير ولتجنب الصدمة والمفاجأة التي تعرضت لها تلك الفتاة. لنتابع. توضيح بخصوص هذا الفيديو اللي انتشر بخصوص السبرينج اللي موجود بالسوار عند أحد تجار الذهب. كل ما هنالك هذا السوار هو يجي من المعمل بهذا السبرينج الحديد مثل ما موجود عندكم هنا إذا بين عندكم السبرينج. فهذا السوار ما يتكون إذا مو سبرينج، يعني لازم يكون بسبرينج حتى ينفتح وينسد. إذا كان السبرينج ذهب ما راح ينفتح وينسد، لأن الذهب مرة ينفتح بعد ما راح يرجع. فكل ما هنالك هذا السبرينج يجي على الصايغ محسوب عليه، تمام؟ يجي على الصايغ محسوب عليه، والصايغ من يبيع على الزبون هم يحسب عليه ذهب، لكن بالشراء راح ينزل من السعر، واني ذاكرة لكم الفيديوهات السابقة. لكن الضار انه صار سوء تفاهم بين الزبونة والصائغ، واللي كان المفروض انه يتوضح اكثر، وما له داعي وصل هالمرحلة للتشهير للزبونة او للصائغ نفسه. فكل ما هنالك انه الذهب طبيعي بيكون بي مثل ما اكو بي سبرينج بي زارجون ينطرح من عنده، وهذا الشيء ينذكر بالوصل. احنا هسه من نبيع نكتب سوار سبرينج، فما لحق الزبون انه اي اعتراض عليه. اني ذاكر له بي انه سوار سبرينج. وتحياتي لكم، اخوكم حيدر الصائغ. إذن على الرغم من تبرير مالك متجر المجوهرات وتأكيدات البعض بعض الصاغ على طبيعة وجود قطعة السيم أو الحديد، إلا أن الزبون لم تخبر بذلك. وبهذا سيكون القانون هو الفيصل بين كلا الطرفين. أما التعليقات وعاصفة ردود الأفعال التي جاءت على خلفية انتشار مقطع الفيديو أو مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل كانت كثيرة جدا. اخترنا بدورنا لكم بعض من تلك التعليقات، نماذج منها. سنبدأ من تعليق للست ختام، تقول: لعد ليش ما قلت لها رجعي أو رجعي بدون عراك ولا صياح، هاتش فلوسك وجيب السوار، وفضت راحت. تعليق آخر من الذهب الخالص: الابتزاز فعلا موجود، وكان السيم هو المدخل للابتزاز، والدليل طريقة تصوير المرأة وطريقة تخاطبها، كانت مستعدة لأكثر مما حصل لها، مدفوع الثمن، والدافع لذلك أكيد صائغ منافس. تعليق من عبد السلام السعدي يقول: لعد شلون تقولون كل الاسوارات بها سيم، وليش ما بلغت وقدمت شكوى على المبتز في حينها. ايضا تعليق من حمزه: بنات شوفن ذهبتشن فرحانه، عبالش ذهبتش يسوى 50 ورقه، هسه يطلع مليان سيامه، ما يجيب كيلوين قرنابيط. تعليق اخر من محمد: من غش متعقدا في حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة بتركيبها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 2 سنين بغرامة لا تزيد على 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة 467. يعمل رجال المرور في العراق على تطبيق النظام المروري على الجميع ورصد المخالفات ومحاسبة المقصرين دون استثناء، إلا أنهم يقدرون الحالات الخاصة ويعفون عن السائق المخالف أحيانا آخذين بنظر الاعتبار ظروفهم المعيشية الصعبة وضنك الحياة. وهذا ما حصل فعلا مع سائق سيارة أجرة رصدته مفرزة مرور في تقاطع طريق بالقرب من كلية الفنون الجميلة ببغداد، وبعد سحب رخصة القيادة وسنوية السيارة حاول السائق الشاب
أن يقنع رجال المرور وعلى طريقته الخاصة وبعفوية بأنه لا يكررها مستقبلا، وأنه يحب ويحترم المرور. حتى قال لأحد الضباط يروح لك فدوى كاظم الساهر، فلم يكن أمام مفرزة المرور والضباط إلا الابتسامة وإرجاع المستمسكات له ومسامحته هذه المرة على أمل ألا يعيدها مرة أخرى. والله العظيم بخدمتكم نعلى عرض لا ماصير وياكم والله شرف. سبع بغداد احترم المرور راسي ولك ذهب من الفدوى الوجه تروح لك فدوى كاظم الساهر مشكور على ابو احمد فدوى العظيم بس ربطتني انا عشم مشو بجيتك وتفهم فدوى الله اول التمزح اذا ما يوصل علمنا ونوصل احنا اساسا اللي بعلمه بس رسم الماء فدوى الوجه والله انت تلمع فدوى قلبك ابو جبار ابو جبار ابو جبار ترى زرقنا ب 50 وكروتي ما بفاد 15 بس يا اخي والله انا ضحكتهم وما ادري شنو خلص ولك جيت اموت ابو علي بن ابي طالب ازع خندرته واحبها وما اطلق 50 ويا الجفرج ليش؟ قالوا ماكو مرور غال قطنا ابو جبار ويا خايف وين اروح؟ ونقمت ما جمع حمزين ضمت الفلوس الشاب كاد يفقد وعيه خوفا من أن تتم محاسبته وتسجيل مخالفة عليه بعد ضبطه، إلا أن تقدير ضباط المرور للموقف وتقديم الإنسانية في التعامل مع البعض على تنفيذ القانون بحذافيره وضعهم في مرمى الانتقاد واللوم، إذ تفاعل عدد كبير من المتابعين مع ما حصل وشجعوا رجال المرور على إنسانيتهم وشكروهم على ذلك، في حين وجد البعض الآخر أن القانون يجب أن يكون فوق الجميع ولا يفترض أن يتأثر ذلك بالعواطف. فكانت هناك الكثير من التعليقات وردود الأفعال، رصدنا لكم بعضا منها. نبدأ من تعليق آية تقول في تعليقها أو أم آية تقول في تعليقها: المرور ما يمشون على قانون وإنما مزاج. شنو تفسرها؟ شارع خدمي وبي مطاعم وسيارات كلها راكنة، تجي علينا تغرمنا يا با. شارع خدمي ومو فقط إحنا واقفين، تحكي وياي ولا يجاوبك، قص الوصل وراح ولا يمه. تعليق من حسن يقول في تعليقه: حسن الكربلائي، أهم شيء بالحياة أن يكون الإنسان يتحلى بالإنسانية والضمير الحي وصاحب غيرة ونخوة، الحمد لله على كل حال. تعليق آخر من رباح الغوالي: أغلب التعليقات تقول لوتي وكلاوتشي وأبو درب، ورب العالمين يقول الكلمة الطيبة صدقة. الولد إجاهم بكلام طيب وما تجاوز ولا برز عضلاته، وأكيد يسامحوه لأن كلامه كان جدا لطيف. تحياتي للجميع. وتحياتنا لك أيضا. تعليق من علاء يقول: علاء أبو أحمد، أكثر الناس اللي أحبهم واحترمهم هم رجال المرور، لأن الله يساعدهم على اللي يشوفونه من السواق وغير وقفتهم ساعات بالشارع. هناك أيضا تعليق ومداخلة من رأفت حسين: بطريقة عفوية وبسيطة قدر يكسبهم إلى وما نزل وبرز عضلاته، وآني فلان وابن عم فلان وعلان وسوي ما سوي. وبارك الله بالمرور على الإنسانية وربي رزقك السائق على العفوية. تعليق من حسين العلواني يقول: ما هم أبطال العراق الرجال، يجب أن يكونون مرحين في التعامل الطيب مع المواطن. رجال المرور التعامل مع المواطن بروح عالية. إذن من سائق سيارة الأجرة الذي استطاع أن يقنع المرور بإعفائه عن مخالفته؟ هناك أيضا مجموعة من القصص والأحداث المتداولة سنتعرف على عناوينها الآن. بواسطة التفاح، إحباط محاولة تهريب ملايين الحبوب المخدرة.
كلمة مؤثرة للملكة رانيا في يوم حناء ابنتها الأميرة إيمان. أب مصاب بالزهايمر يتذكر ابنته في يوم زفافها. كمين مشترك محكم مدروس يطيح بأكبر صفقة سموم خطيرة قادمة إلى العراق من إحدى دول الجوار، فعبر المنافذ الحدودية وتحديداً منفذ القائم الحدودي هناك من حاول تهريب وإدخال شحنة ضخمة على أنها تفاح مستورد بصناديق معلبة وجاهزة توحي للناظر أو لمن ينوي تفتيش الشاحنة أو الشحنة بأن البضاعة المستوردة تفاح لا غير، لكن الواقع عكس ذلك تماما. فلنشاهد ماذا أخفي وراء شحنة التفاح. وخلي التفاح بس انا ما اريد اسوي وزن. لا لا عليك يا ولدي قلبني هذا قلبني. تعال خالتي بصدق هاللحظه كيف اصدق. تعال خال البيه يا ولدي بيه لا تجيبوا لي. شوف التفاح شو النوعيه رديئه. ايه ايه اربع صناديق بعد عافيه احسب اليوم نزلت اليوم نزلت يوم صار اللي صار لي قلبي. اي اي احسب اه اي زمن تعال سي علاء تعال. $3,900,000 حبة مخدرة كانت داخل هذه الأكياس، ومن ثم إخفاء هذه الشحنة مع التفاح. ضبطت داخل شحنة التفاح المستورد والمشبوه في منفذ القائم ظنا من مروجي مخدرات أو تجارها أنهم سينجحون بفكرتهم تلك أو بهذا المخطط الذي كان مكشوفا لدى القوات الأمنية ومنتسبي هيئة المنافذ الحدودية بعد ورود أخبار بالأمر. الحبوب المخدرة جرى إحالتها إلى مركز شرطة جنبك القائم بالإضافة إلى إحالة سائق العجلة وهو أحد المتورطين لأجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وردع كل من يحاول المساس بأمن وصحة وسلامة المواطنين. بالتأكيد هذه الشحنة الكبيرة من المخدرات خلفت عددا كبيرا وشحنة كبيرة من العواطف وردود الأفعال تعليقا وتعقيبا على ما حدث. نبدأ التعليق الأول من أمير يقول: أمير والله دمروا الشباب بهاي المخدرات، جزاكم الله خيرا، نتمنى من الخيرين في هذا البلد محاربة هذا الطاعون الذي يأكل أكباد أبناء هذا الوطن. هناك أيضا مداخلة وتعليق من شمس: وهسه إحنا ما عدنا أراضي ونزرع تفاح حتى نستورد، إلك الله يا عراق. تعليق آخر من باسم يقول: باسم سليمان ما شفنا هيك شغلات بس بالأفلام، هسه الجماعة تجاوزوا كل الحدود والخطوط الحمر
بالتفنن بتجارة المخدرات، حسبنا الله ونعم الوكيل. تعليق من نبراس، تقول في تعليقها أو يقول في تعليقه، يقول في تعليقه نبراس حسون: لو بس الحكومة تسيطر على الحدود كان بحياتنا ما شفنا المخدرات. هناك تعليق من ريما: بالزعفرانية قتلوا سيطرة كاملة لأن الضابط منع مرور هذه السموم وكان الثمن حياته وحياة الزملاء للأسف. علاء الدين يقول في تعليقه على رافدين وليس علاء الدين، يقول: بين الشغلة يردون يمنعون المشروبات الكحولية والبديل موجود ويدخل من كل جيران وكميات وفيرة وتنافسية وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يريد تدمير وخراب البلاد والعباد. سطوة السلاح وانفلات العصابات وعناصر الجريمة المنظمة وغير المنظمة والمسلحين الخارجين عن القانون هنا وهناك لا تزال تشكل خطراً وتهديداً مباشراً وواضحاً يرعب العراقيين ويربك الأجهزة الأمنية. فما سنشاهده بعد قليل من محافظة البصرة خير دليل على ذلك وشاهد أيضاً، إذ سجلت كاميرات المراقبة ملثمان يرتديان زيهما المدني، كانا يحملان أسلحة بيضاء ونوع آخر هو سلاح قاتل، أثناء تنفيذهما مهمة مشتركة وخطيرة مخالفة للقانون والعرف. في وقت متأخر من الليل نفذت هذه العصابة، عصابة عملية السطو المسلح، نفذته على إحدى الصيدليات الكائنة في قضاء أبو الخصيب جنوبي البصرة. الجريمة جرت تحت تهديد السلاح كما شاهدنا، ومن ثم تمكن اللصين من سرقة المبلغ من المال وما هو ثمين بداخل المحل، ثم هرب سوية. والأكثر غرابة من ذلك وجرأة أيضا هو وقوع حادث كان مشابها ومنفصلا في منطقة 5 ميل وسط المحافظة، لكن هذه المرة كانت السرقة في وضح النهار. لنشاهد السرقة الأخرى. عملية السطو المسلح، وعلى الرغم من مضي أيام على وقوعها
إلا أنها لا تزال حديث المدونين، ومقطع الفيديو متداول بكثرة عبر منصات السوشيال ميديا. هناك ردود أفعال وتعليقات كثيرة جاءت بسبب انتشار هذه الظاهرة، ظاهرة سرقة المحال تحت سطوة السلاح وتهديد السلاح. التعليق الأول سيكون مع حمزة ثامر، يقول في تعليقه: لأكو دفع إلكتروني ما صار السطو، لأن اللي الساطي يدري أكو فلوس كاش كثيرة عند المسطي، لذلك سطى عليه. المفروض نقابة الصيادلة تفرض عليهم استلام الفلوس بالبطاقة حتى تنتهي هاي الظاهرة للأبد. منار سعد: أحط عليهم أشد العقوبات وسجن مؤبد، خاطر يصيرون عبرة لمن اعتبر. هذول أكيد لفوا، يجون من غير محافظات وهم مطلوبين أصلا ويسكنون بالبصرة. تعليق آخر من علي ماهر: علاج السرقات والقتل ليس بالسجن والدعاء واللعن، علاجهم أنك تمنع المخدرات من العراق وتوفر فرص عمل وأطبق القانون بدون مجاملة العشائر، بدون مجاملة العشائر وشيوخها. تعليق آخر من عراقي يقول في تعليقه: لو كانت الحكومة مهتمة وراعية الشعب بجميع الحقوق كباقي دول الخليج لما أصبحنا لا نرحم بعضنا. أكثر دول بالعالم وأكثر دولة بالعالم بها شرطة هي العراق بسبب كثرة الفساد، ولا توجد عدالة لإنقاذ الشعب. تعليق آخر من زيد يقول في تعليقه: من تشوف السيطرات بالبصرة تقول شنو هذا الأمن؟ يجب تفعيل دور الاستخبارات والأمن الوطني، وضروري نصب كاميرات عقلية إدارة الدولة بضباط ما يعرفون غير السيطرات، منين جاي وين رايح، عفوها الخاطر الكعبة. حفل حناء حسب التقاليد لفت الأنظار، خصوصا عندما قالت الملكة رانيا إنها تشعر الآن بشعور والدتها عندما تزوجت هي واختها. بالمقابل هناك تهاني بالجملة في الشارع الأردني وزغاريت ومدعوات من المحافظات، وبرزت بوضوح لدى الشارع الأردني خصوصا في التعبير بواسطة منصات التواصل الاجتماعي. هناك مؤشرات الارتياح العام والإشادة وإظهار حالة من الميل للتهنئة، تهنئة العائلة المالكة عموما، وبصورة علنية بعد بث فيديو لا يزيد عن 3 دقائق لمقتطفات من حفل الحناء الذي يخص كريمة العاهل الأردنية الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني في إطار الحفل الخاص والنساء أيضا قبل حفل عقد القران والزواج المقرر كما أعلن في السابق. لنتابع تلك الكلمة التي وصفت بالمؤثرة في يوم حفل الحناء. أهلا وسهلا فيكم، وإحنا كتير كتير أنا والعيلة مبسوطين إنكم موجودين معنا تشاركونا فرحتنا. يعني أكيد هاي مناسبة مش عادية، أول مرة بكون أنا أم العروس. وهلا يمكن برضه اول مره بعرف كيف امي شعرت لما انا واختي دينا تجوزنا. هي يعني مشاعر مختلطه، بتكون فرحه ولهفه وعجقه وكمان شويه خوف. يعني كل ام تعرف انه بنتها بعد فتره بتصير مثل صاحبتها، فيمكن صعب علي اتخيل انه ايمان مش حتكون جنبي دائما، بس ما شاء الله عليها كبرت بسرعه ايمان وصارت عروس، احلى عروس. ويعني ان شاء الله الله يرضى عليها ويبارك لها، طول عمرها هنية وطول عمرها قلبها بوسع الكل. فألف مبروك إيمان، وبتتهني إن شاء الله. ومرة تانية إن شاء الله دائما إحنا بنجتمع على الأفراح وبالمناسبات الحلوة. يعني أكيد هاي مناسبة مش عادية، مشاعر مختلطة، بتكون فرحة ولهفة وعجقة وكمان شوية خوف. يعني ترجمة
أول مرة بكون أنا أم العروس. بس ما شاء الله عليها كبرت بسرعة إيمان وصارت عروس، أحلى عروس. الله يرضى عليها ويبارك لها، طول عمرها هنية وطول عمرها قلبها بوسع الكل. إذن كانت هذه مقتطفات من حفل حناء الأميرة الأميرة إيمان، وكانت أيضا كلمة الأميرة رانيا في حفل الحناء. لكن غياب الأميرة سلمى عن حفل الحناء تصدر منصات التواصل الاجتماعي، ولكن أفصح عن سبب الغياب بأنها كانت ملتزمة بدراستها في إحدى الجامعات وستتواجد في حفل عقد القران. وهناك تعليقات وردود أفعال كثيرة أيضا جاءت على مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا في الأردن. سنبدأ بالتعليقات الواردة حول كلمة الملكة رانيا. من تعليق من أم منعم تقول: قمة في التواضع والرقي بنفس الوقت، سبحان الله، شيء كبير وشيء يفرح. نشوف ملوك بين الحشود وزفاف، لا في تفاخر وتباعد، والله شيء يفرح، ألف مبروك وربي يهنيهم. أيضا هناك تعليق ومداخلة من شهيدة تقول: باعوا واستفادوا من حشمة الأميرات اللي نفتقدها للأسف بحفلات ومناسبات الناس العادية اللي يصير بيها الأزياء تهريج من غير الملابس اللي متليق بمجتمعنا وأهلنا، باعوهم صغار كبار شيء معتبر وراقي. أيضا هناك مداخلة وتعليق آخر من من؟ التعليق الآخر من رنا تقول في تعليقها: جمال الرقي لو النزاكة لو جمالهم لو الاحتشام، يا ربي فعلا ملوك أصيلة بنت ببلادي وملكة بحشمتها ووقارها الملكة رانيا. أيضا هناك تعليق من عبد الله يقول: الله على البساطة، الله على الجمال، الله على الرقي، الله على الفخامة، يا ريت فناناتنا يتعلموا شوية معنى الأناقة. تعليق آخر، هذا التعليق من التركية تقول في تعليقها: يا حياتي إيش أم العروس القمر هذه يا ناس، ما شاء الله تبارك الله، ربي يحفظك، أحسك نجمة في السماء من لطافتك وجمالك، مبروك لعروسك الحلوة زي أمها. أيضا تعليق آخر من سليمانية تقول في تعليقها: سليمانية جمال، ألف مبروك للأميرة إيمان وكل الاحترام والتقدير لجلالة الملكة رانيا، وكما نتمنى الجلالة الملك عبد الله بمزيد من التقدم والعطاء والتوفيق بإذن الله. الزهايمر أو خرف الشيخوخة هو اضطراب عصبي متفاقم يؤدي إلى ضمور الدماغ وموت خلاياه، وهو السبب الأكثر شيوعاً للنسيان، فهو حالة تتضمن انخفاضاً مستمراً في القدرة على التفكير والتذكر. ولكن في مقطع فيديو متداول لفتاة في يوم زفافها وهي ترتدي فستانها الأبيض، ظهرت وهي تحاول أن تعيد الذاكرة إلى والدها المصاب بالزهايمر عن طريق الرسم. فوالدها كان رساماً اعتاد على الرسم معها منذ طفولتها، لكن الزهايمر نال من ذاكرته، فقررت أن تعيد له ذاكرته بإحضارها لعدة الرسم للرسم معاً كما كانت طفلة، فتذكرها وفرح لها، وكانت صدمة العروس بتذكر والدها وتهنئته لها استثنائيا عبر موقف إنساني مليء بالمشاعر والتعاطف. Very big, special day, okay? Can you just stay right here for a second, yep, please? Yep. Okay, okay. Look. Yes. There we go. Look. Oh, look at this. Yeah. Okay, look, I have this special surprise for you right here. Okay? Yeah. Right like this. Yeah, like this. You know, paint. We used to do this, you know, paint. Yeah, you like this? Yeah. Okay. Oh, that looks good. That looks good. All right. Honey. My day, you look so pretty. Dad? Oh, yes. It's today, Dad. It's today? Yeah. Wait, please. Let's go. Oh, my Let's God. Go. Oh, my beautiful baby. Dad? Oh, my baby. It's so pretty. Yeah, I'm coming. Okay, we're great. Love you, Dad.
so beautiful. No, right there. Hey, look at her. She's beautiful. الفيديو انتشر على منصات التواصل بكثرة، ولكن سرعان ما واجهت تلك الفتاة شكوكا من قبل المتابعين الذين لم يقتنعوا تماما بهذا الموقف وما حصل. اتهموا الفتاة ووالدها بالتمثيل وفبركت الموقف من أجل حصد المشاهدات وصناعة لحظات استثنائية في يوم زفافها. وكانت هناك انتقادات كثيرة وتعليقات كثيرة أيضا. ومن هذه القصة وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى اللقاء.